السلام عليكم تالتة سنة، عاملين ايه يا رجالة؟ يلا بينا المنكش سيشن 3. ماشي، هنبدأ ربنا يكرمنا كده نتكلم على السيريس والبارلل يا رجالة. ماشي، اتفقنا بقى السيريس والبارلل ليهم تريكات. حضرتك يا باشا شكرا على الكرنت ثابتة او كرنت بتتوزع، ده مش صح. اوكي، ده غلط اصلا. تمام، الكرنت ثابتة مش سيريس، عشان هي سيريس ماشي، بس هي مش هتيجي كده، ان اصلا السيركت من الاخر الراجل مش بيديني كارنت، الراجل بيديني ريزيستانات، فانا لازم اكون بتعامل مع ريزيستانات. البوينت ميثود صح، بس ما بتحللناش كل حاجه زي ما اتفقنا. ماشي، هتحل حاجات معينه، وكمان بعد كده نمبر بي ونمبر سي في الاسئله عامه مش بتيجي. خلاص، فلو سمحتوا اتفقنا يا باشا نقدر نعمل طرق تانية بسيطه. الطرق التانية اللي احنا اتفقنا عليها يا جدعان، اتفقنا يا اما نونو يا اما هوبا هوبا. ادي الكلام، التاتش في ايه بقى؟ افكرك بقى بالكلام اللي هو في الاخر خالص، في اخر الحصه. ماشي، لو انا عندي اتنين ريزيستنت قشطه، اتفقنا ابص على النقطه اللي في النص اللي ما بينهم، هي عباره عن نقطتين احنا نبص عليها، مره والله العظيم كيس سيريس ومره كيس البارل. لو فكرت بالاستراتيجي بتاعتنا، احنا هنخش على اي سيركت هنتفرج على اتنين ريزيستنت، همسك اتنين ريزيستنت، همسك النقطه اللي في النص، لو لقيتها يا باشا بوينت او لقيتها نوت. لو لقيتها بوينت يبقى ده كده سيريس، لو لقيتها نوت عبيطه جدا ببص على نقطه. اوكي، فلو لقيتها نوت يبقى ده كده مش سيريس. طيب لو هي مش سيريس معناها ان هي باراليل؟ لا، اتفقنا ان في شرط للسيريس وفي شرط للايه رجالها؟ للبارل. هفهمك ايه النقط حال. اوكي، بس ايه شرط البارل؟ اتفقنا لازم المس من البيجين والاند، كلامي اقسم بالله من البيجين للاند، كلامي لمس كتاف، كلامي هوبا هوبا. اوكي، فكرني بقى بالتاتش ده، ده كده عامه دول سيريس مع بعض. ليه؟ لان من الاخر في النص في بوينت. اوكي، مين عرف؟ عرفنا منين ان هي بوينت؟ لان البوينت دي بتبقى فيها سلكان. احنا عندنا نوعين من النقطتين، يا بوينت يا نوت. البوينت بيبقى فيها سلكان، يعني ايه ابو السلكان ده يا صاحبي؟ السلكان ده اللي انت فيها سلكين، سلكين بس احنا بالحب بنقول عليها ايه؟ سلكان. حلو قوي. الطريقه الثانيه بقى، ان انا لو عندي نود، فين النود دي يا باشا؟ النود اتفقنا اللي هي بيبقى فيها كام واير؟ مور عن تو واير، مور عن سلكان، يعني من الاخر 3 وايرز اور مور، معاك 3 وايرز اور مور. اوكي، دي طريقه بسيطه جدا حبيب قلبي، برضه هتخش على 2 ريزيستنس. قال يا باشا 2 ريزيستنس يا صاحبي. اوكي، وحضرتك في النص كده افرض اهي، ادي 1 2 وقام الراجل قام عمل كده، حبيب قلبي تعرف النود دي جده جت، ادي 1 ادي 2 ادي كده 3، بخش على الاثنين ريزيستنت اللي انا بتكلم عليهم، ادي اهو بتكلم على دي وبتكلم على دي، ببص في النص لو لقيتها نود عرفت منين ان هي نود فيها ثلاث سلوك او اكتر، فدي فعلا في النص نود، تعرف ان دول كده مش سيريس. مش معنى ان هو مش سيريس معناه ان هم ايه رجاله؟ باراليل. اتفقنا؟ انا الشرط بتاعنا بيلغي دي موجوده ولا مش موجوده، بس كده حبيب قلبي دول كده مش سيريس. ليه بقى مش سيريس؟ لان نود بالعربي، النود بالعربي معناها مفترق الطرق، قشطه؟ فانا من الاخر جاي اوزع، صح يا ابويا؟ فانا هوزع حبيب قلبي، لما اجي اوزع حبيب قلبي بدات والله العظيم في النود، مش هينفع خلاص. فالنود يا جدعان بيبدا يوزع، فمعنى ان انت من الاخر انا اسف انا اسف، قشطه؟ النود يا باشا بوزع، صعبه دي؟ حلوه قوي. صدقني بقى كده، لو انا قلت لك ان الكهرباء بتتوزع، هل ده كده يبقى الاي كونستنت ولا الكهرباء بتتوزع؟ الكهرباء بتتوزع، يبقى الاي مش كونستنت، يبقى دول مش سيريس. اوكي، فهو ده البسيط بتاعها. فالنود يا معلم من الاخر بتوزع كهرباء، اول ما بتيجي النود بتوزع كهرباء. طب يا مستر ما هي فعلا زي ما قلت لكم كده، معايا 10 امبير هتبقى 7 امبير، وهنا مثلا فرصيه هتتقسم 3 امبير، فوالله العظيم الكرنت مش هيبقى هو هو، فدول مش هيبقوا سيريز. ادي يا عم التاتش، بص على النقطه اللي في النص بس. الراجل الفكره ان هو اصلا اقسم بالله ما هيجيب لي ده، والطالب لما بيجي يوزع كهرباء بيخلي الكهرباء تبص بعد صباح الفل. حبيب قلبي ما توزعش كهرباء، وخصوصا من المسائل اللي بتجي لك انت ايه بتريح الزبون، وبنجيب ايه مسائل سهله. لا يا ماما، مش هيجي لك المسائل مش تيجي كبيره، بس المسائل مش هتيجي بسيطه. اوكي، المسائل بتيجي بسيطه كده صغيره بس مكلكعه، فحضرتك لازم تكون عارف يعني ايه بارلل ويعني ايه سيريس وبيتعملوا ازاي. توزيع كهرباء مش اي كهرباء بتتوزع يبقى بارلل، انت لما تسمع توزيع كهرباء اتفقنا مش صح. اوكي، فخلاص ادي يا باشا ايه النود، اتفقنا شرطنا بقى بسيط قوي، طنط نونو. ها، يبقى احنا اتفقنا نونو، رجعنا في الحصه نونو صح كده؟ ادي يا عم نونو، نكمل على اللي بعد. البيجين والاند، التاتش بقى ايه؟ وزعت كهرباء، حد يقول لي كده لما اوزع كهرباء ده مش 100% صح. ليه يا صاحبي؟ لان انا لازم اللي داخل اوزعه، لازم ادي مين؟ ادي اللي خارج. هوبا واحده ولا هوبا 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 الاثنين صح كده؟ يعني من الاخر اعمل والله العظيم هوبا كده وهوبا كده. تعالى نتكلم كده يا قمر باشا، دي كده بعون الا بارل ولا سيريز؟ دول بارل. حلو، بس انا لو جيت عملت كده وفعلا الكهرباء اتوزعت يا صاحبي، الكهرباء تتوزع عادي جدا، حبيب قلبي مش بارل. عرفنا منين بقى يا باشا؟ لازم البيجين يلمس البيجين بتاع كل الريزيستنت اللي انت اتكلمت عليها، او الاثنين ريزيستنت اللي انت بتتكلم عليها، والاند يلمس الاند. يعني ايه؟ عشان تضمن ان اللي داخل قد اللي خارج،
حتتين اهو اللي داخل البيجين والاند حتتين، فلازم مش هوبا واحده، لازم هوبا ايه هوبا صح كده، فلازم المس من هنا ولازم المس من هنا. اتاكد بقى ازاي وانا معيش كهرباء؟ فعملنا لنا عملنا طريقه بسيطه، قلنا ايه يا صاحبي؟ قلنا بكل بساطه، معلش كده يا حاج، معلش اوكي حاج صاحب البيت، معلش يا اخويا صباح الفل، اتفضل يا عم الحاج. قلنا بقى يا عم هنعمل ايه؟ قلنا هنعمل يا جدعان كل ما تيجي على اول ريزيستر تقوم عامل نقطه من هنا ونقطه من هنا بس كده يا راجل. ايوه كده والله العظيم، تخش تعمل نقطه من هنا ونقطه من هنا، يعني انت بتعمل نقطتين في البيجين ونقطتين في الاند. احنا بنتكلم على نقط لان انا معيش كهرباء في السيركت، مش هوزع كهرباء بلا نود بلا بوينت بيسود بلا بتنجان. حبيب قلبي اتفضل، ادي البوينت بتاعتك اهي، بمسك هنا بوينت بمسك هنا بوينت بس كده، هنا بعمل نقطتين ونقطتين وفي الاخر توصله. حضرتك لو وصلت بالناحيتين بالهبه دي، النقطه دي وصلت النقطه دي والنقطه دي وصلت النقطه دي، حبيب قلبي كده احنا ايه؟ بارلل. خلصانه؟ طب افرض ما توصلوش، يبقى كده مش بارلل. طب يا مستر افرض هي ولا سيريس ولا بارلل، يبقى احنا مسكنا اثنين ريزيستنس غلط. يبقى احنا اصلا والله مش بنتكلم على الاثنين ريزيستنس دول، مش دي بدايه المساله، بدايه المساله باثنين ريزيستنس تانيين، فهمسك الاثنين ريزيستنس تانيين واجرب مره سيريس ها اللي هي نونو، واجرب والله العظيم لو بابا تعالى نجرب دي. يلا يا باشا، والله لما امشي كده همشي بالسن او بص همشي كده، هلمس والله العظيم عبيطه جدا، هلمس كده وخلص الموضوع على كده. صعبه دي يا صاحبي؟ لا مش صعبه. بقول لك ايه يا قمر، معلش كده انا اسف، لو انت بتلمست كده، طب يا مستر ما انا قابلت نود اهو، انت ما خدتش بالك ان انا قابلت نود؟ ادي يا مستر سلك، وادي الثاني وادي الثاني. هسالك سؤال، النود بيوقف البارلل ولا بيوقف السيريز؟ بيوقف السيريز. امال ايه اللي بيوقف البارلل؟ جاي اهي يا صاحبي باشا، تعالى كده وانا ماشي، لو راجل وصل لي دي، ايوه لو راجل وصل لي النقطه دي اهو يا صاحبي صباح الفل، مش عارف اوصلها. ما انت مش عارف توصلها حبيب قلبي، يبقى دول كده مش بارلل، لو توصلوا يبقى بارلل. في طلبة بعون الله حبايب قلبي الله يكرمهم، حبايب قلبي ادب علوم، يلا يا قمر صح مش احنا قلنا؟ في طلبة تقول لي طب ايه المشكله لما اوصل كده يا صاحبي؟ يعني حسبي الله ونعم الوكيل، انا جاي اتفسح في ملكوت السيركت ولا جوه السيركت؟ ها يا باشا، في بقى طلبة تانية، ما نعمل شورت كات زي ما اتفقنا هوبا، يا لهوي على البساطه. طب ما الموضوع سهل اهو، طب كلهم هيتوصلوا شورت كات يا جدعان، خلاص انا جاي امشي في بحيره ولا جاي امشي في ام السيركت؟ في ام السيركت يا صاحبي، خش عليه خش عليه، مش عايزين زكاوه. حبايب قلبي انا بعلوم، لو سمحت لو انت فكرت في هذا الموضوع اعرف ان انت مكانك مش هنا، انت مكانك ايه؟ المطبخ. اوكي مكانك المطبخ، مكان الانبوبه زي ما اتفقنا، وخرطوم بقى وحط بقك وعيش ونفس، والله العوا ده حلك، انت اكيد مالكش منفعه غير كده. لهذا التفكير ده تفكير اقصى. اوكي فبكل بساطه يا صاحبي انا كده ما وصلتش، فدول كده حبيب قلبي ايه يا رجاله؟ خلاص دخلت انزمون، دخلت انزمون. حد يقول لي كده دول ايه؟ دول احيانا حبيبي ما بارلل. طب ازاي بارلل يا عمو؟ عمو حاضر يا باشا، والله العظيم يا باشا هوبا اللانش زيرو 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 بارلل صريح باي شكل بقى من الاشكال، بس انت تكون متاكد ان حسبي الله ونعم الوكيل. البيجين بتحط نقطه هنا اهي، نقطتين في البيجين ونقطه في الاند، والاند بتاع كل ريزيستر. في طلبه بقى ايه بتروح تمسك النود، حبيب قلبي انا ما بتكلمش على السيريس، انا بتكلم اقسم بالله على البارلل. يلا يا باشا نوصل اقسم بالله، اول هوبا اتوصلت من غير ما اقابل مصيبه، من غير ما اقابل بطاريه، من غير ما اقابل اي حاجه. والناحيه الثانيه حبيب قلبي هوبا اللانش اتوصلت، يبقى كده دول بارل. ابدا اعمل برودكت على الصم اللي انت متعود عليه. بص يا صاحبي، طب ايه اللي بيوقف بقى من الاخر هنا؟ لو انت ماشي من اي هوبا قابلت اقسم بالله في بي، او يا باشا والله العظيم سيرد ريزيستنس. يعني ايه سيرد ريزيستنس؟ يعني من الاخر حضرتك معاك ريزيستنس هنا كده، فحضرتك وانت ماشي وعايز تلمس الاند بتاع دي، انا عايز اروح لدي، مش عايز امس الاند بتاع دي، دي اللي معطلاني، انا بكرر ما بين ده وده او بكرر ما بين دي ودي، فاهمني؟ فحبيب قلبي كده بص وانا ماشي قابلت السيرد ريزيستر غير الاثنين اللي بتكلم عليهم. فحبيب قلبي الاثنين اللي بيعطلوك من الاخر، هنا في بي وسيرد ريزيستر، وهنا يا دوب بس لو في نود، لو في نود يلا بقى نقول الاستراتيجي كامله. يلا انا همسك الاثنين ريزيستر، هبص النقطه اللي ما بينهم، النقطه اللي ايه؟ اللي ما بينهم، يعني بعمل نقطه كده، مد ايدك يا رب تتشل، يا رب تتشل لو ما اديتش ايدك في البتاع. يا مستر ما انا علم رياضه، انا ماس تونه جامد جدا يا باشا، انا مش مستاهل، انا بشوفها وهي طايره. حبيب قلبي هو ده اللي بيصعد، ايوه هو ده، ايوه عارفه كلب البحر اللي بيتكلم كده. خلاص حبيب قلبي اتفضل، وانا ابص على النود اللي في النص، بصيت على النود اللي في النص يا صاحبي حبيب قلبي، ها طلعت نود يبقى ده كده سيريس، لكن ما طلعتش نود طلعت بوينت ابو سلكان يبقى ده كده سيريس. طب يا مستر لو طلعت نود يبقى ده مش بارلل، مش بقول ان هي مش بارلل، بلاش دعوه بارلل، انا كده اتاكدت، مش معناه ان هم بارلل، انا كده اتاكدت ان هم مش سيريس. تعالى بقى نجرب شرط ايه يا باشا؟ البارلل. لما اجرب شرط البارلل هعمل هوب هوب، والله العظيم طلعت هوبا هوبا تمام، يبقى ده كده ايه؟ هنبدا نقول ان هي بارلل. طيب لو طلعت يا صاحبي مش هوبا هوبا يا باشا، واحده هوبا مثلا مش موجوده، هيبقى قلبي يبقى ده كده مش بارلل، وبرده جربت الاولانيه فمش سيريس، يبقى انا هسيب الاثنين ريزيستنت دول في اي ضيقه وابدا يا باشا ايه؟ اعيش حياتي في اثنين ريزيستنت تانيين. صعبه دي؟ يلا نكمل. يلا ابويا. بيقول لك يا باشا خلاص خلصت الزفه، السيريس بقى، لما انا الاقي سيريس اعمل ايه؟ اعمل صم. السيريس صم السيريس سالك زي ما اتفقنا. سيريس وانا برسم ما
ماشيين بيحطوا صم حلو. بعد ما تحطوا صم بنعمل ايه؟ بيكون معايا ريزيستورات كتير، او هنعمل دلوقتي في المراجعات ان شاء الله، اوكي؟ بيكون معايا ريزيستورات كتير، حلو. فانت مثلا عملت 2 صم، لو انت 2 بتشيل واحده وتسيب واحده، حلو. طب لو معايا 3 عملتهم صم، بشيل 2 واسيب واحده، كل مره بسيب واحده، حلو قوي. الناس بقى اللي بشيلها دي لازم احط مكانها سلك، يا اما السلك هتملط مننا، صح؟ قلنا هتبقى اوبن، فلازم اشيل يا باشا والله العظيم السلك معايا، اشيل الريزيستنس وابدا والله العظيم احط ايه؟ سلك. الكلام ده مع الحل ومع المراجعات حبيب قلبي كده كده ايه؟ هتلاقي ايه الدنيا شغاله، وعملناها اصلا في الحصه، وهنخلي الكود حلو معايا، صح كده؟ بعد كده يا باشا السيري الصام، السيري السلك. الناحيه الثانيه بقى البارلل برودكت على الصام، ايوه ريسبليكال او برودكت على الصام، بلاي ستيشن، اوكي؟ برودكت على الصام او البارلل بشيله، بشيله، يعني ايه؟ يعني من الاخر معايا 2 سيريس، هشيل واحده واحط مكانها سلك. معايا 2 بارلل، بشيل واحده تماما ما احطش مكانها سلك. يعني انا كل مره بشيل واحده واسيب واسيب واحده، او بشيل كله واسيب واحده، بس في السيريس مخصوص لما بشيل بحط مكانها سلك، يا اما هتلاقي السيركت اوبن هتبوظ الدنيا. الناحيه الثانيه بقى البارلل، لما بشيل بشيل كله واسيب واحده، الكل اللي انا شيلته ده شيله ما احطش مكانه حاجه. يعني السيريس لما بشيل بحط سلك، لكن البارلل لما بشيل ما بحطش حاجه. صعبه دي؟ السيري الصم السيري السلك، قول معايا ها، السيري الصم السيري السلك قلنا، والبارلل برودكت على الصم البارلل بقى ايه؟ بشيله، حلو قوي. يلا يا باشا، فانا معايا ار ايكوفلنت ار 1 وار 2 وار 3، اتفقنا يا باشا بعمل صم، واتفقنا هنا يا باشا لو هم ايكوال ار او ايدنتيكال او اي حاجه ما ينفعش استخدم الصم. بعمل طنط نير مين زي ما اتفقنا، هنا نير مين، قشطه؟ الناحيه الثانيه بقى لما نير مين جت لنا على البيت قامت عملت ايه؟ رن رن، قامت عملت رن، فانت قلت ايه؟ مين، فاتفقنا نير مين ورن، وانت قلت ايه؟ مين، صباح الفل. اتفقنا يا باشا والله ها، يبقى هنا كده الاعراض بتاعتك بالصم، ادي يا باشا نرمين، واتفقنا برده من البروف بتاعك بقى وصباح الفل ان الفي ادي مثلا كانت في على ار في على ار، لان دول كانت الايات حبيب قلبي، فايه ريسبليكال. تعالى نترجم، ممكن انا اعملها من هنا وبعد كده ارجع لك على الهري ده، صح؟ يلا يا امور. التاتش بقى ايه موضوع الصم ده جه؟ لان كانت الاي بالنسبه لي هي اللي جالها كونستنت في السيريس، والله العظيم اهو البرانش بتاعنا. تعالى نشرح بقى ونرجع بقى للقوانين بتاعتنا. التاتش ايه؟ ان من الاخر لو انا كان عندي هنا عمو عزت، فاكر عمو عزت؟ ايوه، طالب ثانويه عامه العسليه، حلو قوي الباشا ده، امور قوي، معلش انا كنت عايز ارسم عزت، صباح الفل بابا كده، انا جبت ده اونلاين، اوكي. فعمو عزت ده يا باشا داخل فيزيكس وماس وهي رجاله وانجلش، زي ما اتفقنا، ده ورا ده ورا ده ورا ده عبد الباسط حموده، اتفقنا باشا. لو انا والله العظيم دخلت على الفيزيكس، انا هقول لك قانون بس بسيط عميق جدا، حبيب قلبي بيقول لك ار واعترف. يلا باشا، الفيزيكس بعون الله رخامتها كبيره، صح؟ الفولتج بتاعها ايه يا رجاله؟ كبير ولا صغير؟ كبير، حلو قوي. فانت من الاخر بتاخد منك مجهود كبير لان هي رخامتها كبيره، بس السؤال صغير. لو انت استخدمت فولتج الفيزكس، اتفقنا لازم استخدم الار بتاعت مين يا رجاله؟ بتاع الفيزكس. ينفع والله العظيم اقول الفولتج بتاع الفيزكس كان كبير ومجهود الفيزكس كبير عشان استهلكت نفسي في الماس ولا في الانجليش؟ لا، في الفيزكس زي ما اتفقنا، قشطه؟ حبيب قلبي ادي في الفيزكس نفس القصه. والله العظيم لو اتكلمنا على الانجليش، تعالى معز دخل فيزكس وبعد كده دخل ماس وبعد كده دخل انجليش. حلو قوي. حبيب قلبي هو ده ورا ده ورا ده، فمجهودك في الاخر بيخلص زي ما احنا عارفين، ماشي؟ الفي ايكوال والله العظيم اي في الار. تعال والله يا باشا، لو انا قلت لك مثلا كان معايا 10 فولت، الفيزكس اخذت مني 5 فولت وبعد كده الماس اخذ مني 3 فولت، فاتفقنا دي بقى تاخد كام؟ حبيب قلبي اللي احنا اتفقنا وعملناها بتاعت التكييف، كان التكييف والثلاجي قامل مصباح، فاهمني؟ مصباح ممكن 2 فولت. ليه بقى يا معلم؟ الانجلش او المصباح اللي هنا اكل 2 فولت يا امور، اقول لك لان من الاخر الرخامه دي يا معلم نمبر 3 كانت قليله، فالفولت اقسم بالله نمبر 3 يا حبيب قلبي كان قليل. ابوس ايدك، طلب اي 1 طلب اي 2 طلب اي 3 فكك منه، لما يطلب يا صاحبي فكك منه، اعمل اللي هو عايزه ولا اعمل الصح؟ حد بتاع فيزياء قال لك يا باشا اعمل كذا هتصدقه؟ لا، لو قال لك انا بحبك هتصدقه؟ لا، ولا استغفر الله العظيم يا رب، لو قالت لك ان هي بتحبك هتصدقها؟ ايوه هتصدقها، عشان انت ما بتكرهش على اي كلب. لو انت بقى قال لك ان هو بيحبك هتصدقيه؟ لا، فالفيزياء محدش صدقها. الراجل يطلب اي 3 يطلب اي 1 انا ماليش دعوه، انا على حسب الفولت اللي معايا، لو مديني مثلا ان دي 3 فولت، لو طلب اي 3 او طلب اي 1 انا ماليش دعوه، هو اللي طالب، صباح الفل، هو مش طالب الاورب، هو طالب يصوحك. فحبيب قلبي قال لي 3 فولت، ال 3 فولت دي بقى اللي على ار 2 سبحان الله تنزل على ار 3 ولا يعني هي ليه متوسطه؟ ليه 3 فولت ليه متوسط في الماس؟ حبيب قلبي بكل بساطه عشان هي نزلت بتاعت رخامه الماس، يبقى 3 فولت والله العظيم على ار 2. طب يا مستر بعد كده هنجيب الاي اللي هنا، حبيب قلبي ما احنا اصلا اتفقنا وانت فهمت ان الاي كونستنت، بس انت بس جيب لي اي 2 مالكش دعوه، مش عارف بقى من الاي كونستنت بعد كده هتوزع، بس انا بجيب اي 2 هي دي اللي لازم عندنا، اي حاجه ثانيه من صراصيرك مش لازمه،
بس انا دي اللي مناسبه بالنسبه لي، اوكي خلاص. فانا بالنسبه لي استخدم في 3 يبقى اطلع اي 3 واستخدم ار 3، ده اللي لازم لازم. اكبر غلطه بتعملوها في ثانويه عامه في شابتر 1 بالذات، اوكي حبيب قلبي. لو انا استخدم في 1 لو هو الراجل مش هيقول لك اصلا ده في 1، هيقول لك الحق معايا 5 فولت على الرسمه ذات نفسها، فانا لازم انزلها على الار بتاعتها، ترجم انزلها على الار بتاعتها واطلع الاي اللي فيها. بعد كده بقى الاي اللي فيها تشوف ايه النظام بقى من اللي هو طلبه، اوكي حلو قوي. فده ورا ده ورا ده ورا ده زي ما اتفقنا. الفولت بقى يا باشا والله العظيم 10 فولت هيبقى قلبي، ادي 5 و3 و2، فالفولت التوتال بتاع حضرتك بيبدا ايه يا رجاله يتقسم في الفيزكس والماس والايه يا رجاله والانجلش. بس عزه حد يقول لي لما اخش فيزكس عزه بيطول ولا بيقصر ولا بيزيد ولا بيقل؟ ها عزه اقسم بالله ولا بيزيد ولا بيقل مجهوده. احنا بناكلك انت ولا بناكل مجهودك؟ المدرسين بياكل مجهودك لكن انت ما بناكلكش، يعني بتنقص دراعك. امك هتحاسبك هتحاسبني عليك بني ادم صباح الفل. فتا يا باشا مش هينفع. فحبيب قلبي عزت هيكمل وهيكمل وهيكمل ويجي يشحن تاني في البيت، ينام 10 ساعات 15 ساعه عشان على حسب صباح الفل. هروب هروب. فحبيب قلبي خش يا باشا وعيش حياتك وتك تك تك، قول لي على الله على الله صباح الفل. فلو سمحت عزت ثابت هنا وهنا 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 زي ما عملنا الاكزامبل بتاع الراجل بتاع الدليفري. انت بتاخد الراجل بتاع الدليفري تخش جوه ولا بتاخد السندوتشات؟ انا باخد السندوتشات وبتاع الدليفري بيكمل، باخد السندوتشات وبتاع الدليفري بيكمل صباح الفل. خلصانه؟ خلصانه. فاقسم بالله يا صاحبي اقدر اقول لك ان الاي يا باشا بتاع الدليفري بيكمل، الاي يا رجاله كورس. فالكهرباء اللي ماشيه هنا نفس الكهرباء اللي ماشيه هنا نفس الكهرباء اللي ماشيه هنا. محتاج اقول لك بقى يا باشا اي كونستانت دي معناها ايه؟ معناها ان الرقم ثابت؟ لا الرقم ثابت فيهم لكن الرقم ذات نفسه مش ثابت. يعني ايه؟ يعني من الاخر ابوس ايديكم، كلام بسيط وسهل. يعني عشان بس ايه زياده ايه غير هنقولها ان شاء الله في المراجعات، بس يا باشا ده مش معناه ان الرقم ثابت. يعني هل الكهرباء اللي في العالم في كل السيريز زي بعض؟ لا. بص معناها ايه؟ جدعان انا هنا كده ان شاء الله وتفر الحسبه بتاعتي تلاقي معايا 2 امبير. حلو. 2 امبير دي يا رجاله هي نفس ال 2 امبير اللي هنا، نفس ال 2 امبير اللي هنا، نفس ال 2 امبير اللي هنا. يعني هم كل اي كونستانت دي معناها ان هم بياخدوا كرنت زي بعض. بس يعني هم بياخدوا كرنت زي بعض، لكن الرقم بقى هل هو لازم يكون نفس الرقم؟ لا. يعني ايه؟ يعني بكل بساطه فكروا معايا كده. لو انا مسكت الكي عندك يا ابني كي اهو، عندك كي اهو صباح الفل، ادي كي وقررت افتح الكي. حد يقول لي كده والنبي يا قمر صباح الفل احنا مخلصين اصلا، لو كي بعديهم برضه الكهرباء تبقى فيهم بزيرو. فكده الاي بتاعتك بكام يا رجاله؟ بزيرو. اسال سؤال، هل زيرو امبير هي 2 امبير هي هي ولا الكرنت اتغير؟ اكيد الكرنت اتغير وبقى بزيرو. حد يقول لي بقى زيرو هنا ولا زيرو هنا ولا زيرو هنا ولا زيرو فيهم كلهم؟ زيرو فيهم كلهم. يعني انت عايز تقول لي، عايز اقول لك والله الكرنت يزيد او يقل، بس لو زاد كلهم يبقوا زي بعض، ولو قال لي كلهم زي بعض هو كلهم زي بعض مش رقم ثابت. طب حلو. لو انا شلت الانجليش على فكره الواد هينتعش والله العظيم، هيبقى مثلا ايه تعال نقول كده 3 امبير هيبقى مبسوط كده خلاص، او زاد عادي 5 امبير ممكن عادي يا عم ادي 30 يا عم اشتغل. بس الفيزكس والماس هيبقوا 30 زي بعض بس اشتغل. الرقم يزيد ويقل الفيزكس بس، كل دول ياخدوا رقم زي بعض بس مش نفس الرقم على طول، يعني رقم يزيد او يقل عادي اشتغل. انا كده كده هشرحها في المراجعه، هعمل لكم اسئله عليها اشتغل. ربنا يستر يا رب. روم 1 وروم 2 وروم 3 في البارلل يا باشا. يلا رجاله اتفقنا ال 10 فولت التاتش، والله العظيم النقطه دي اسمها 10 فولت والنقطه دي اسمها 10 فولت والنقطه دي اسمها 10 فولت، يبقى اولك والله 10 فولت. يلا رجاله حد يقول لي كده النقطه دي بدل من الالكترون هنا واخد 10 فولت الناحيه الثانيه لازم تاخد كام؟ زيرو. زي ما اتفقنا بتفنش بزيرو، يبقى النقطه دي اللي هي هي يا باشا من غير اي دواير، ده ملوش اي ريزيستنت دلوقتي الا لما يقول ما عندي ريزيستيفتي، يبقى انا الواير ملوش ريزيستنت اللي هو نيجليجبل، فالنقطه دي بزيرو. يلا رجاله برنس اللي يقول لي بقى ار 1 ولا ار 2 ولا ار 3 اللي بدايتهم 10 فولت. ها كلهم بدايتهم 10 فولت. يلا يا رجاله ار 1 ولا ار 2 ولا ار 3 اللي نهايتهم زيرو؟ حبيب قلبي كلهم نهايتهم زيرو. يعني انت عايز تقول ايه؟ قول لي كده. هو الالكترون لو انا معايا طبعا الكترونز كتيره مش همشي بالكترون واحده دلوقتي، مش همشي بعزه واحد. ليه؟ لان هنا 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 في برانش واحد، برانش واحد، فهي ما لهاش سلكان تمشي من اي حته، اشتغل ما لهاش سلوك. لكن هنا حبيب قلبي ليه عندي كام ايه؟ عندي كذا سلك. فحبيب قلبي الكهرباء والله العظيم هتبدا كده، تبدا تتوزع. تعالى بقى قلنا نقسم الالكترونز اللي داخله الكترون اكس والكترون واي والكترون يا صاحبي زد. كلام بسيط قوي. لو انا يا جدعان والله العظيم مشيت بالكترون اكس من فوق طريقه ثانيه عادي صباح الفل غير اللي بنشرحها. ها الكترون اكس طلعت من فوق كان معايا كلهم كده وتقسموا كده صباح الفل. الكترون اكس يا باشا كان اولها 10 واخرها 0، تقدر تقول لي كده يا صاحبي؟ يبقى كل ده يا صاحبي ها يبقى هي هتساوي كام؟ كان هي معاها 10 فولت لما تيجي الناحيه الثانيه مش طب؟ تقدر تقول لي كده هيبقى معاها كام يا باشا؟
والله 10 فولت اتاكلت بقت زيرو، يبقى انت اكيد اكلت كام؟ اكيد انت من مصر اكيد، يبقى انت اكيد خلاص ادي 10 فولت ماشي. خش على بعد. طب بتاعت واي دي يا صاحبي، واي والله العظيم برضه سبحان الله كانت بدأت ب 10 فولت وانتهت بصفر، يبقى هي اتاكل منها كام؟ سبحان الله 10 فولت سبحانه سبحان. كمل بوينت زد بقى، سبحان الله كان 10 فولت وانتهت بزيرو، يبقى هي سبحان الله معاها كام فولت يا رجاله؟ 10 فولت ما شاء الله، يبقى دي والله العظيم 10 فولت ودي 10 ودي 10. صعبه دي، اسال بقى سؤال، 10 بلس 10 بلس 10 حد يقول لي كام؟ 10 و10 و10 يبقى بكام؟ ب 10. اوكي دي احلى نصبايه في الدنيا. خلاص 10 و10 و10 ب 10، لان انت اصلا معاك البطاريه ب 10. ازاي ب 30؟ جبت منين؟ بتولد؟ بتولد 20 فرق يا باشا، ما شاء الله ارنب ما شاء الله عليك. ف 10 و10 و10 اهو 10 و10 و10 ب 10، لكن 10 و10 و10 ب 30 صباح الفل. 10 و10 و10 30، لكن 10 و10 و10 بارلل هو نفس ال 10 يا عم. والله العظيم فكر معايا، انت لو رحت سالت طنط اكس ورحت سالت طنط واي ورحت سالت طنط زد قشطه، قول لي يا طنط اكس عملت 30 ولا عملت 10؟ هتقول لك ايه؟ مشيت في كل البرانشات؟ لا، لو انت واصحابك كل راح واحد راح مشوار، ها مشوار نفس المشوار من ثلاث، كل واحد راح من شارع ثلاث شوارع قشطه، حضرتك كل واحد راح ثلاث مشاوير ولا كل واحد راح مشوار واحد؟ صباح الفل. انا واصحابي تاني رحنا من ثلاث شوارع، فيصل وهرم وترسى عادي اي حاجه خلاص حبيب قلبي في اخر الشارع، هيبقى انت عملت ثلاث مشاوير رايح جاي ولا عملت مشوار واحد؟ مشوار واحد، بس احنا قسمنا، فهو عمل مشوار من فيصل مشوار واحد، وعمل مشوار الهرم، وانا عملت يا عم من ترسى صباح الفل، فعشان فاضي بس شويه. فحبيب قلبي يبقى انا كل واحد في كل واحد فينا بنتحاسب، كل واحد فينا مش بيتحاسب على انت حسيتي بايه يا مدام؟ يلا احكي لي يا مدام. اكس طلعت تقول لك انها 110 سلونجا كده، انا عملت 10 فولت، ما عملتش 30، مش هتعمل 30 يا صاحبي. حبيب قلبي 10 فولت، يبقى 10 دي و10 وهي نفس ال10، هي نفس 10 فولت. انا بدبسهم بالعافيه ان هم من الاخر، انا مش بعمل البارل في الاقي الفي كونستانت، لا انا بخلي الفي كونستانت بالبيجين والاند، بخليهم كلهم لابسين من نفس البيجين ونفس الاند، فكده كده هياخدوا نفس الفولت. انا بلبسهم، انا بلبسهم الحاجه دي عندي نفس الفولت، فاسمكم بارلل. لكن انت مش بتعمل بارلل فيا ربي بلاقي الفولت، لا انت بتدبسهم بتخليهم يا باشا، بتخليهم بترسمهم كده لازم يلمسوا بعض من البيجين والاند، فكده هيبقى معاهم نفس الفولت. اوكي فيبقى اسمهم بارلل. بارلل فولت كونستانت؟ لا، هو الفولت كونستانت فانت اسمكم بارلل، انا لازم اخليه فولت كونستانت. بعملها ازاي؟ من بيجين والاند، مش قصه كهرباء داخل. بقول لك ايه، لو انا قلت لك كان معايا 10 ستودنت قشطه، هنا خمسه وهنا ثلاثه، يبقى بقى هنا يا رجاله كام؟ اثنين. انتوا بقى ال 10 اللي دخلوا يطلعوا من الناحيه الثانيه كام يا رجاله؟ 10. اللي داخل قد اللي ايه؟ اللي خارج. انا ولا داخل مستشفى ولا داخل مستشفى، ولا انت بتخش 10 ولا تطلع 9 في حاله وفيات، لا انت ما تخشش السنتر مثلا 100 تطلع حبيب قلبي 99، مفيش كده، ولا 50، ولا انت بتخش 100 حبيب قلبي بتطلع لي 150، ما شاء الله كل واحد معاه 200، كل واحد معاه طفل ايه فاهم يرجع لابوه، اتفضل حفيدك صباح الفل. احنا مش جايين نخلف ولا جايين نموت صباح الفل. السيركت بقى ما فيهاش كده حبيب قلبي صباح الفل. السيركت يا باشا جاي انت توزع، قول لي على الله على الله. صعبه دي حلوه جدا، فكلهم فيزيكس جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا ابوي. خلاص فلو سمحت الفولت اقسم بالله ثابت، والكهرباء هي اللي بتبدا ايه تتقسم. عملت لكم بقى عزت، وعملت لكم مستر عمر واسلام ومؤمن صحيح، وعملت لكم اوضاع العربيات، وعملت لكم الارقام كمان. خلاص حلوه قوي. فيا باشا والله العظيم الكونستنت والفي هي اللي بتتقسم، ادي مجهودك اهو، البني ادم بيمشي في برانش واحد بس ايه مجهوده بيتقسم. هنا معايا كذا بني ادم اهو، بس مجهودهم هو ايه يا رجاله؟ واحد صح كده؟ مجهودهم اللي هو ايه؟ الكونستنت مجهود. خلصانه بالشياكه؟ خلصانه بالشياكه. باشا تعالى بقى نعمل بروفيت، جبت من الكلام ده ازاي؟ كل اللي عملناه والله العظيم فكنا كل واحده. ده البروف، انا بخلص البروف اهو. اي في ار توتال يا باشا، هنا دي اي في ار 1، هنا بلس اي في ار 2 ماشي، هنا بلس اي في ار ايه يا رجاله؟ 3 صح كده؟ كل واحده فكيتها بس والنبي. في اي ار 1 في 2 يبقى اي ار 2، في 3 يبقى اي في ار 3. حد يقول لي ليه بقى انا ما عملتش الايات مختلفه؟ اي 1 المفروض اي 1 واي 2 واي 3 وهنا اي توتال بدل في توتال. حبيب قلبي ليه؟ برافو عليك يا صاحبي، بكل بساطه يا امور معلش رايح هنا يكون خلاص، بكل بساطه يا صاحبي ان الاي كونستانت صح كده؟ يلا ونبدا بقى نشطر يا صاحبي، زيو وزيو وزيو ومع زيو. فاتفقنا علم علوم بيقول يا بس صح؟ فاكرين؟ ماشي بفكركم بس باللي حصل في الحصه. حبيب قلبي خدنا الاي اقسم بالله يا رجاله كونستانت، معايا ولا مع الاسف؟ خلاص خدنا الاي كونستانت، خدنا الاي كومن، كان الموضوع صعب قوي.
خدنا الاي عشان بتريق على خلق الله والله، خدنا الاي كومن حبيب قلبي يعني ايه هنشيل الاي. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا ابويا. خلاص كملي. الحمد لله على السلامه، طلعنا الار كوفلنت يكوال ار 1 وار 2 ار 3 تبع الفل على حسب بقى معايا ايه كام ار. قال يا باشا ايه الار. طيب لو هم كلهم ايكوال يا صاحبي، لو هم كلهم ايكوال اتفقنا الار ايكوفلنت ايكوال ايه يا رجاله؟ ار وار وار وار. خلاص فبالنسبه لنا كل الار تتجمع يبقى اسمها ان في ايه؟ ان في ار. قشطه. بدل ما امسك ار بلس ار بلس ار بلس زي ما اتفقنا لو معانا 100 5 5 بلس 5 بلس 5 بلس 5 بلس 5 فتلاقي المساله كلها والصفحه كلها خمسات، فيعني عيب. فحضرتك يا باشا ايه رايك لما نمسك خمسه ونضرب في عددهم؟ مسكنا قرايا، مسكنا قرايا وضربنا فين يا رجاله؟ في عددهم. ما ينفعش استخدم القانون ده وهم ايكوال، خليهم ان في ار. قشطه. الناحيه الثانيه بقى هي هي، بس انتوا بتحبوا الاوروبيين باشا. ده اللي بيتقسم بجيب اهو وابدا اعوض القانون عشان اجيب لك قانون ريسوبريكال. قال لي اقسم بالله في على ار ايكوفلنت، دي اول واحده. اول ثاني واحده، انت ليه دخلوا عند اي 1 اهو؟ ليه الاي 1 دخلوا؟ بسبب رخامه مستر عمر، بسبب رخامه اول واحد روم 1. طب هم ليه دخلوا عدد نمبر 2 مثلا كتير او قليل؟ حبيب قلبي ده بقى ساعتها الاي والار انفرس صريحه. ماشي؟ حبيب قلبي هنا ار 2، هنا يا باشا على فكره ها؟ هنا القانون الفي ايكوال اي في ار. الاي هي اللي ثابته فالكلام ما بين الار والفي. هنا القانون حبيب قلبي الفي ايكوال اي في الار، بس هنعمله كده الاي ايكوال في على ار. قشطه؟ فهثبت الفي واخلي الاي والار هم اللي هي رجاله اللي كان اللي بيتكلموا مع بعض كل واحده في سايت. ايوه عشان دي مش هينفع منهم كده، لو اقرب ما بين الاي والار دي كده علاقه في الحرام زي ما اتفقنا، فكده علاقه في الحلال عشان ما بينهم محل. صباح الفل اهو ادي المحل. خلاص يبقى بكل بساطه اي وايه؟ اي وار. صعبه دي؟ حلوه قوي. وادي في على ار ايه يا رجاله؟ 3. حلو كده. فشلنا الاي وكتبنا في على ار في على ار في على ار. يلا يا باشا الفي 0 0 0 0 صباح الفل. الثلاثه دول مع كذا. خلاص خدنا كومن يا باشا وحضرتك ايه؟ قمنا عاملين يا باشا طياره ده الفي. ماشي؟ بقى لي بقى ار ولا وانا على ار؟ وانا على ارات. اوكي؟ وانا على ارات اقسم بالله. صباح الفل. خلصنا في الشركه؟ خلصان. واتفقنا بقى صباح الفل برضو هتتجاوب على ايه؟ ار على ان. صباح الفل بقى بفروفك بقى. ماشي؟ وعملت لك برضو اصلا كبروف ماس. خلاص؟ ماشي. فيا اما ريسوبريكالز، ادي الريسوبريكالز بتاعت حضرتك، يا اما برودكت على الصم. البرودكت على الصم جه ازاي؟ لما مسكنا اثنين ريزيستر، فاكر بس البرودكت على الصم؟ اتفقنا ان هو بيستخدم في كذا ريزيستر ولا اثنين ريزيستر بس؟ اثنين ريزيستر. بس لو ثلاثة هنعرف نتصرف، ولو أربعة و10 هنعرف نتصرف إزاي؟ اتفقنا أهو لو معايا ثلاثة أهو، اشتغل أهو هعمل برودكت على الصم. ممكن أقول لكم بس البرودكت على الصم الأول؟ ماشي. فكرني كانت القصة إيه؟ واحد على أر مثلاً أر بلس واحد على أر 2 صباح الفل. فحضرتك يا باشا أهو ده اتنين ريزيستر وعايزين صباح الفل. القانون ده مش عاجبني، ليه مش عاجبني؟ لأن هو مش بيجيب أر إيكوفلنت، بيجيب واحد على أر إيكوفلنت، ما ينفعش نقلبهم إلا لما يكونوا فراكشر واحد، وهم بلس ما ينفعش يتقلب، فبضطر في الآخر اجيب الرقم واقلبه فهنسى والله. فالاسهل لكل الناس عامه بنعمل برودكت ايه؟ على الصم. ده يا باشا مش هينفع عشان اقسم بالله بيجيب واحد على ايكوفلنت في الاخر هضطر اقلب. ففي اسهل منه اللي هو برودكت على الصم بيتقلب في ثانيه. المشكله ان انا عندي اثنين فراكشن للمره مليون او كذا فراكشن للمره المليار حبيب قلبي، فانا بكل بساطه بعمل فراكشن واحد. ازاي؟ زي ما اتفقنا ضرب في الرجلين وحاول فين يا صاحبي؟ ها في العينين. ربنا يبارك له يا رب والله اللي علمها لي. ضرب في الرجلين وهي يا رجاله حاول في العينين. حبيب قلبي اتفضل يا باشا. ار 1 في ايه يا رجاله؟ في ار 2. ضربت في الرجلين ادي ار 1 في ار 2 عشان اجمعهم. بص بخليها 1 فراكشن اهي جايه اهي. حاول في عين واحده ولا في العينين؟ في العينين. ار 2 في ال 1 يطلع لي اقسم بالله حبيب قلبي ار 2 وار 1 في ال 1 ويطلع لي ايه يا رجاله؟ ار 1. معايا ولا مع الاسف؟ مع الاسف. حبيب قلبي اتفضل. احنا كده على فكره طلعنا 1 على ار ايه يا رجاله؟ ايكويفلنت. خلاص حطيت انا اسف هنا في بلس. خلاص حطينا هنا بس ايه يا رجاله؟ البلس. ضرب في رجلين ار 1 في ار 2، ار 2 في ال 1 طلعنا ار 2، ار 1 في ال 1 طلعنا ار 1. وعلامه البلس او الماينس بيتحط في النص. صعبه دي؟ بقى عندي فوق صم وتحت برودكت. ايه رايك بقى كل الكلام ده بيطلع وانا على ايكوفلنت؟ دلوقتي دي كذا فراكشن ولا 1 فراكشن 1 فراكشن، فانا بقدر اعمل ايه؟ بقلب. حبيب قلبي يبقى الار ايكوفلنت بتاعتي على 1 ايكوال البرودكت اللي تحت يطلع فوق والصم اللي فوق ينزل ايه يا رجاله؟ تحت. فاتفقنا اللعبه بتاعتنا اسمها بلاي ستيشن، ما اسمهاش ستيشن بلاي. اسمها بلاي ستيشن. اه والله عشان هي بلاي ستيشن. صح ولا غلط؟ ادي بلاي ستيشن. معايا ولا مع الاسف؟ مع الاسف. خلصانه بالشياكه؟ خلصان. تمام يا جدعان ولا ايه؟ تمام ماشي. يلا يا رجاله بيقول لك والله بلاي ستيشن. جاهزه يا حاجه ولا ايه؟ جاهزه يابا. يلا باشا نكمل. خلاص بس كده احنا خلصنا اصلا. ار على ان بقى. تمام؟ هوبا هوبا لمس اكتاف، لمس اكتاف دي عشان احنا لازم في اي دبليو دبليو اي لازم انت عارف الدبليو دبليو اي لازم يمسك كتفين عشان يبداوا يعدوا، لو كتف واحد كده مش هينفع. فيا اما انتهوا بقى معايا يا اما نونو ها
يا اما ايه هوبا هوبا بس كده خلصنا صباح الفل. موضوع بقى الفوليوم كونستانت ده ماشي، الموضوع بسيط جدا، الحته دي كانت في الريشيو عشان برضو نقولها، وبعد كده حضرتك ايه نعيش حياتنا قشطه. يلا بينا ماشي، الموضوع عبيط جدا. لو قال لي اي كلمه بقى صباح الفل، فوليوم كونستانت، قال لي ريشيب، قال لي ستريتشيب، قال لي كومبريسد، قال لي الانجيت، قال لي فولدد، كل الكلام ده هو هو الكونسبت واحد. يا ريت الناس مش بحفظ زي البقره، خلاص الموضوع عادي جدا، وهيجي لنا تاني وتالت عادي في اي ايه، في اي حتى في شابتر 2 او في شابتر 3 اشطفه بيكمل معاك. بص يا باشا، لو انا والله العظيم معايا، بص انا اصلا هعملها لكم، لو انا معايا حاجه زي كده رايحه وجايه صباح الفل، يعني لو انا معايا حاجه زي كده يا باشا، ما اعرفش ايه السهم اللي طلع هنا ده، المهم خلاص السهم ده كان الاريا، هي الاريا اختفت. المهم يا ابويا باشا، لو انا قلت لك يا رجاله ان هي كانت عامله كده وانا قررت اشدها قشطه، يعني عملت لها ستريتش حلو قوي، حد يقول لي ايه اللي هيكون ثابت؟ اللينس مش هيبقى ثابت والاريا مش هيكون ثابت. لو انا ماسك القلم كده حبيب قلبي قمت ايه شده، شديته صباح الفل، لو شديت القلم هل هو هيحافظ على الاريا بتاعته؟ لا، هتلاقيه بيخس بيخس بيخس، صح كده؟ حلو قوي. فانا بكل بساطه لوحدي الحاجه الوحيده اللي كونستانت هتبقى في القلم ولا لينس ولا اريا، الفوليوم هو اللي هيبقى كونستانت، اوكي؟ لان انا مش هزود ولا اقلل في الفوليوم، انا بس مطيتها، اوكي؟ فدايما ما لما قال لي اي كلمه من دول فحبيب قلبي اوكي هي وقعت مننا، ماشي خلاص انا اسف. معلش يا جدعان الاريا اهي، خلاص ادي الاريا اهي وادي الاريا اهي. خلاص هنا كده في ايه؟ اريات، اكتبها يا صاحبي. ماشي بس ايه البوكس قل شويه فنزل تحت. يلا يا رجاله، فبكل بساطه يا رجاله اقسم بالله الفوليوم يا صاحبي ايكوال ما انت عارف اريا في ايه؟ في لينس، اتفقنا اصلا ان هي اريا فايت اللي هو قانون عليا بتاع الفيزياء هو ده، اوكي؟ بس مكان الهايت بس كتبنا ايه؟ لينس اريا فايت، اعملها لك عشان انت مش هتفتكرها. لينس اوف ويتس مثلا في ايه؟ في هايت. اللينس في الويتس ده اللي هو مين يا رجاله؟ اه الاريا. والهايت بس كتبت مكانها ايه يا رجاله؟ لينس، لان احنا عندنا لينس وزوايا. خلصانه؟ حلو قوي. الفوليوم بقى يا صاحبي كونستانت. تمام؟ اي حاجه يقولها ده معناه ان الفوليوم فعلا كونستانت. الاريا واللينس دي كده علاقه في الحلال ولا في الحرام؟ في الحرام. فمش هتعجبني. الفوليوم اهو نزل مثلا الاريا تحت، وقال يا باشا ايه اللينس؟ نزل بالديفايد، سيبك بقى من دي خالص. حد يقول لي دول دايركت ولا انفرس يا رجاله؟ انفرس. فتيجي نهزر بقى مع بعض، ادي الانفرس اهو، ال1 على ال2، اريا 2 على اريا 1. الفكره بقى ان هو في المساله يا اما هديك اريا بس يا اما هديك لينس بس، ماشي؟ يا اما اديني اريا بس يا اما اديني ايه؟ لينس بس، يا ده يا اريا بس يا لينس بس. فانا لازم من مفهوم الفيزيائي استنتجها، بجيبها والله من مفهوم الايه؟ الفيزيائي. مفهوم الفيزيائي ببدا استنتجها وابدا ايه؟ ارجع تاني اعوض بيها، اوكي؟ يعني ايه؟ يعني من الاخر حضرتك مثلا لو قال لي اللينس مثلا لينس 2 ايكوال 2 لينس 1، اقوم رايح لوحدي على طول اهو مش هجيبها، او انا رايح لوحدي اقول ان هم انفرس، فهم انفرس والله العظيم ايكوال، يعني والله يعني ايكوال بس بالعكس قشطه. فانا اقوم قايل ايه بقى يا باشا؟ اخلي مثلا يا اما تخلي اريا 2 زي ما هي وادي اريا 1 اهي زي ما هي نفس الحاجات، بس بدل 2 تخليها 1 اوفر ايه 2. ايه ده انا بجيبها من دماغي دي؟ ايوه هي تريكه فانت بتعرفها، فاهمني يا صاحبي؟ يعني هو تريك، فانا قلتها له، فقال يعني بقى ايه؟ قال يعني كده بعد ما قلت لك كده بقت تريك. حضرتك بقى تقعد تنسى بقى وتقعد تفتكر يا خراش ايه؟ ايه ده انا ما خدتش بالي من ستريتش، فاهمني؟ فانجز في التريكات يا ريت. اشطب؟ حلو قوي. خش يا باشا على اللي بعده بقى كده امبور. اقدر اقول لك ايه؟ في اسهل بقى، يعني بحب كده الصراحه. اللي لينس 1 اخليها اريا 1 ولينس 2 اخليها اريا 2 زي سوري. لينس 2 اخليها اريا 2 ولينس 1 اخليها اريا 1. وهنا زي ما اتفقنا اعمل 1 اوفر ايه يا رجاله 2. خلاص؟ انا اسف بقى الاسهل بالنسبه لي انا قشطه بخليهم بنفس الرقم، يعني لينس 2 اخليها اريا 1 ولينس 1 اخليها اريا 2 واكتب بدل اكتب بقى 2 عادي جدا. يعني من الاخر غيرت بدل ال 2 خليتها 1 وكتبت نفس الرقم، يعني من الاخر يا اما تثبتهم وتغير الرقم يا اما تثبت الرقم وتغيرهم هم، انا بحب دي الصراحه. قشطه؟ صباح الفل. اعمل انت، المهم غير اي حاجه. المهم غير اي حاجه، خلاص؟ وابدا بقى يا باشا اقعد بقى اعمل ريشيو ار 1 على ار 2 مش عارف ريزيستيفتي واللينس دايركت والاريا توكسيك الاريا انفرس، صح كده؟ حبيب قلبي ابدا بقى اعوض صباح الفل، وتبدا بقى ايه؟ يطلع لك اللي هو موضوع ال سكوير، لان انت لما بتبدا تعوض بتلاقي بقى المعاصر كاتب ال سكوير او اريا سكوير، لان من الاخر اللينس بيضرب في الاريا زي ما هي. افهمك والله العظيم نعملها لك. باشا ادي ار 1 على ار 2 احنا هنعوض بالجيفن اللي انا عملته، سيبك من ريزيستيفتي دلوقتي، لينس 1 على لينس 2 تايمز اريا 2 على اريا كلها على اريا 1. بص بقى هنا، هنا 1 وهنا 2 فهم يعني مش انفرس بس هم ايه عكس بعض في الايه في الارقام، وهنا برده عكس بعض في الايه يا صاحبي في الريش. تعالى بقى نعوض كده، سيبك من دي دلوقتي، بص التو هتتعوض مرتين جنب بعض، لينس 2 ايكوال 2 ال 1، تعالى اتفقنا اللي لوحده فرفور بعمل ايه؟ بعوض بيه في الطابور، شيل لينس 2 من المساله،
اوكي، فانا هكتب لينس 1 زي ما هي، لينس 2 لان انا مش عايز اشوفها تاني، اعوض بيها في الطابور، هطير من عندنا من الطابور. اوكي حبيب قلبي، ادي لينس 2 بكتب مكانها 2 لينس ايه 2 لينس 1. حلو قوي، بص ال2 مكانها فين؟ تحت. ماشي، تعالى اعوض بقى باريا 1 اهي. بص اريا 1، بص مين اللي هيعوض؟ مش عايز اعوض بيها، يعني مش عايز، مش عايز اشوفها، وهبدا اعوض بيها. ادي اريا 1 حبيب قلبي، هبدا ايه اطيرها. حلو قوي، يعني من الاخر اريا 2 هتبدا زي هتفضل زي ما هي، واريا 1 هتبقى 2، اريا هي رجالها 2. ادي اريا 1 بقت 2 اريا 2، شلتها وكتبت مكانها اريا 2 اللي احنا متعودين عليه. بص بقى يا صاحبي، التو بقى ايه اتضربت في ايه؟ ها؟ التو بقى اسمها تو سكوير، صح كده؟ فهو ده اللي ايه كل الناس بتعمله، سواء الفرجات منين ما مالكش فيه. فهو المعاصر بيعمله او اي حاجه بتعمله، بس هو عايز يريح الزبون بشكل غير طبيعي لدرجه ان الزبون بقى مريح على الاخر، فما بيجيبش مجموعه لان هو اصلا ما عندوش فكر. صح الفل، هو انا هجيب مجموعه وانا عايز اريح كل حاجه عايزها بالراحه. انا بريحك، انا لازم اجي اشرح لك حاجه كتير، بس مش لدرجه ان انت تبقى فاهم معتمد علينا. يعني انت اصلا لو اعتمدت علينا مش اعتمدت على ربنا ثم نفسك، خلاص يا باشا مفيش مجموع والله. بس بالاخر اللي بيريح دماغه ما بيجيبش. اريحك، اسهلك، وانا سهلت لك اهو، مفيش اكتر من كده. منكش مفيش كده تاني، بس يا جدعان مش لدرجه ان انت بقى لا انا حل مكانك، فاهمني؟ ولو جت الراجل بيلعب وهيلعب فاهمني، فانت تتسوح، تبقى انا كده بضحك عليك فاهمني. عايز اضحك عليك يا صاحبي ولا عايزني اريحك؟ عايز تريح، خلاص يا باشا، وانا مش بتاع تريح يا باشا للدرجه دي. صباح الفل، ها اشطب، يا رب تقصر. يلا يا رجاله، الحمد لله بعد ما طولت. يلا 1 اوفر 2، 1 اوفر 2، فتبقى 1 اوفر 2 سكوير، هكذا بقى. اوكي خلاص، اخر حته بوس ايدك والنبي يا عم الحاج. الاي والله العظيم انفرس من الار. صباح الفل، الراجل بتقول ايه؟ بتقول اي، هنا بتقول اي. صباح الفل، ويعني اي حد يرخم عليك ويضربك بتقول اي. السنه كلها بقى، السنه كلها والله، السنه كلها بقى، السنه كلها والله العظيم كلهم من الار بترخم على الاي. اي حاجه عكس الاي تقول ان هي ار، وتفر. صباح الفل، اتفقنا بقى؟ اهم عنصر هنقول، اتفقنا اهم عنصر هنقول، قشطه. الراجل طول السنه بيسال على ايه يا صاحبي؟ على الاي. السنه كلها بيقول والله العظيم وبيسال عن الاي. معايا؟ والله يا ابني ما في درس بيتكلم عن الاي. والله والله غبي زي ما اتفقنا، والله غبي، كان في زيتونه كنت هموت عليها، والله غبي لو فكرت في الاي. لان اصلا لو انت بتفكر في الاي تبقى غبي. اتفقنا حته من الذكرويه، دي حته ذكرويات. صباح الفل، هو اداك الاي، والله تبقى عبيط لو صدقته. صباح الفل حبيب قلبي، ها اللي حكى لي عنك وانت صدقته فاهمني. صباح الفل باشا، والله العظيم اروح اركز على الار، فكروا في الار. قال لك كرنت انتنسي في اي مساله اعرف ده مش عايزها، هات اي 1 على اي 2، اقسم بالله ما عايز اي 1 على اي 2، عايز ار 2 على ار 1. مفيش اصلا درس في المنهج بيتكلم على الاي، الدروس كلها بتتكلم على الار. شويه حلوين كده نقعد نتكلم على الار، شابتر 3 بيتكلم على الار، شابتر 4 بيتكلم على الار. اوكي، فشابتر 3 كله بوز، كله بوز، فلو سمحت بيتكلم على الار. خلاص يبقى انا افكر في الاي، صح؟ حسبي الله ونعم الوكيل. في بار لا فاش كيري، خلاص هيبقى قلبي اقسم بالله افكر في الار. خلاص، جود باي ماي لاف، سلام يا اخويا، باي باي.